مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج وقت التغيير. اليوم ان شاء الله راهي معنا ماريا. ماريا اج دو 20 ans طلقت بزوج ولاد، يعني موضوع جد حساس، وبيان سور قاستنا بزاف الحكايه تاعها غاسا راجلها جديد اللي ربي رزقها به. راهي جات معنا في البرنامج نتاع وقت التغيير باش تبدل بيان سور لو لوك تاعها، وان شاء الله تقدر تبدل حياتها كومبليتوم من الحسن للاحسن للجيد للممتاز، علاش لا. دونك تبعوا معنا لي زيتاب اللي راح تجوز عليهم ماريا من الديبي حتى لافا. رواق ماريا 20 سنة من الجزائر العاصمة. مريت على تجربة زواج فشلة، خرجت منها بزوج ولاد، هي دوري تاج ربي يحفظهمني إن شاء الله. جات عليا إن باريود بزاف صعيبة، حتى ولحقت سمحت في روحي، ودوك الحمد لله ربي عوضني بزوج هو اللي شجعني باش نلحق لهذا البرنامج وقت التغيير ونبدل لوك ديالي ان شاء الله. حسنا اليوم ان شاء الله واش راح ديري لها لافورم لماريا؟ بون ماريا في لي تاعها تاع لي مان ديالها اليوم، ايه خيرت ندير لها اون بوز كابسول في لافورم بالغين، راهي رايحه تخرج لا مان تاعها بلو رافيني و ميم طون لا كولور. خيرنا اون كولور روز فيشيا اللي تطلع مع لو تان تاعها وتعطي لها اون توش دو غلامور بيان سور. كيما على بالنا بلي لي فورم كاين بليزيور فورم في لي زونغل، عندنا لو كاري اروندي، اموند، بالغين، ستيليتو. ان شاء الله النتيجه نشوفوها في لافا ان شاء الله يا ربي. دونك كيما على بالكم الاناقه تاع المرا بيان سور ما تكتملش غير ويلي كانوا يديها لشابين. شوفوا معنا
لحقنا ليطاف نتاع كولوراسيون مع مارو. يا درا واش راح ديري لنا ماريا اليوم؟ بون ماريا شاب الله يبارك ما شاء الله، مي دارت اون ديكولوراسيون وحدها في الدار. كان ديجا قاتلي وشفنا ديجا شتي كانت كارثه، خسرت كامل شعرها اون بليس دارت لا كولور وحدها. حنا كيما نعرفوا على بالك بلي لا كولور ماشي نيمبورت كال فيزاج توالمو، دونك جي شوازي اون كولور خواط لي راح نديرها لها في شعرها باش تخرج لها على لو تان تاعها وتوالمها. وبيان سور راح نخليوها سوربريز للمشاهد الكريم باش يتبعنا حتى لاخر العدد. راهو كاين ان غون بروبليم في شعر ماريا دي هي شتي شحال راهو ابيمي. لا لا كاين الحل كيما على بالك، لو سوا ايتاب نيسيسير لي شوفو ابيمي. لي سوا فيهم انواع كيما البروتيين كولاجين بوتوكس فيلر، كاين ميم لي سوا ناتوريل ياك، كاين فيهم لي سوا ناتوريل كيما اليوم خيرت لها ان سوا نطلع لها لا بريونس ويعاود يولي بيان سور ان شاء الله يا ربي. دونك نشوفوا الريزلت اللي راح تخدمها لنا دي هي في شعر ماريا ونعود نرجع لكم مشاهدينا. الوغ مهدية دابخي واش شفتي في لابو نتاع ماريا واش نقدروا نديروا لها اليوم؟ درت تشخيص لابو تاع ماريا لقيت فيها مشاكل، الوغ لازم لها ان تريتمون لابو ديالها. حندير لها ميكرونيلينغ ميزوثيرابي بيان سور افيك ان تريتمون لي يوالم المشكل تاع البشره ديالها. ونروحو ديريكتومون لهاد لي زيتاب بلا ما نديرو نيتواياج دو بو؟ سي لازم نديرو نيتواياج دو بو ابروفوندي بليدرو فاسيال. انا كنت على بالي في حاجه كيما هذه مي حبيت المشاهد الكريم يعرفها. شوفوا معنا لي زيتاب اللي راح تجوز عليهم ماريا مع مهديه ونعاودو نرجع لكم. Thank you.
الوغ ساره اليوم ان شاء الله واش راح ديري لنا الماريا؟ جوستومون لا ميس اليوم نديرو لهاش اكستنسيون دو سيل، نديرو لها ان غيونسمون دو سيل. فوالا هذه تكنيك مليحه وبيان سور اللي راح تنفعها المشاهده الكريمه باسكو رايحه بريسك 80% ناتوريل لي سيل باش تحافظ عليهم وباش يزيدوا يطوالوا اكثر باسكو ماريا راهو عندها ديجا. نوريو للمشاهد هذه التقنيه هذه اون بليس دو سا راكي رايحه انت اللي ديري لها المكياج. زيدوا شوفوا معنا المشاهدين الريزلتا، شوفوا ساره واش راح تخدم لماريا. اليوم كانت ايطاب نيسيسار اللي بيها تبدلت حياتي وحتبدل الخير وما خير ان شاء الله. وحبيت نوجه كلمه للنساء المطلقات والارملات، نقول لك يا اختي العزيزه ما تقدريش تخطئي ليا، ما تقدريش تعرفي ربي شو كاتب لك في هذه الدنيا، وتجر تفعلي عفسه تاع خير. وكاين كلمه تانية حبيت نقولها امام الكاميرا اليوم سبيسيالمون مي بارون ما مير مون بير، ربي يخليكم ليا ان شاء الله اللي كنت كبروا معايا في ولادي ولقيتكم، وربي يخليكم تاج فوق راسي. وبلا ما ننسى الزوج ديالي اللي شجعني باش نلحق لهذا البرنامج، وخاصه مدام لاميس اللي عطاتني يد المساعده وسمحت لي باش نكون في البرنامج. نقول لك ميرسي بوكم وربي يعطيك ما تمنى ان شاء الله. وكيما فرحتيني هذه الفرحه تاع اليوم ان شاء الله تفرحي ما اكثر، وليكم تشوفوا فيا ان شاء الله نكون عطيت لكم يا لو كان شويه تاع امل.
الحمد لله ماريا راح تفرحانا من عندنا وهذا الشيء يفرحنا بيان سور. المشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا وجميع اللي راهم حابين يشاركوا في برنامج وقت التغيير نقول لكم مرحبا بكم. ما راحيش تغيروا غير من المظهر تاعكم، ميم موغالمون راحين تروحوا فرحانين. معليا غير نقول لكم بقاو على خير واستناونا في اعداد مقبله بحول الله. سلام.